فهذا المعرض هو تذكير للناس، تذكير لنا، تذكير للحضور، حتى اللي ما بيعرف ليش الناس تهجرت واجت لهون. هاي الصور بتوضح جزء من اللي كانت عم تعيشه هاي الناس، وحتى بعض الصور بتصور لحظة التهجير. يعني مشاعر ما بتوصف. أول شعور يعني هاي الشوارع خاصة اللي بحمص المدينة، بحمص القديمة، هي شوارعنا وحوايرنا طبعا، وكيف طلعت هاي الناس ورجعنا بذكرياتنا لهداك الأيام أول 3 سنين للثورة، كيف قتلنا النظام بالتهجير الأول، بالقصف الهاون، بالتهجير الداخلي. المشاعر زاد الحنين أكثر لحمص، زاد الإصرار، ولكن ما الرسالة بالموضوع هذا. إحنا ما جاي عم نقول إحنا فرحانين بالتهجير، لا، ولكن عم نذكر العالم ونذكر أنفسنا وكل الدنيا أنه لا، إحنا لسنا إلا طلاب حق، والبلد لنا، والفعالية اسمها سوريا لنا، سنعود، لا نريد أي مأوى في أي مكان. أحس بالحزن كثير. حمص الشعب طيب وأبضيات، غير هيك أنه كان موقع جغرافي تسبب له بكثير مآسي. هذا الحقد الطائفي أجاهم من كل الاتجاهات، المجازر، التهجير، إن كان بالقصير، إن كان بالحولي، إن كان بالبياضة. عم نشوف الشخصيات الثورية بهاي الصور، إن كان عبد الباسط الساروت أو أخوتنا اللي استشهدوا. كثير الحمص مكان كبير في قلبنا، الله يجبر بخاطرهم وإن شاء الله يرجعوا لحمص قريبا معززين مكرمين. بالطبع أنا لاحظت على كل مصور اللي صور صورة فعلا بيحاكي الواقع اللي شافه خلال نظرة مثلا إنسان مهموم أو مقهور أو مهجر أو كذا، حتى أو كمان الدمار، إذا لاحظتوا فيه دمار شلون كان الرعب، هو عم بيقدر يصور هالشيء. نحن كمان بخلال ريشي أحيانا نقدر نرسمه فعلا بنحس بمعاناة اللي بضمن الصورة اللي بنشوفها، حتى نقدر نرسمها من خلالها بنقدر نوجه الرسالة عامة. والناس هاي فعلا المصور عنده إحساس وعنده طاقة، وقت لما بيقدر يثبت حاله بهالمنظر أو المشهد اللي عم يصوره خلال دمار أو إصابة أو تهجير إصابة، وفعلا أنا بأيد هالشيء إنه الله يعطيهم العافية ووصلوا هالرسالة لكل العالم.